أثناء فترة حكم الرومان لمصر، زار اسكندرية تاجر عربي، وكان في الوقت ده في احتفالات، ومن ضمن الاحتفال كانوا بيرموا كورة، واللي تقع في حجر الكورة دي كان هو اللي هيحكم مصر في يوم من الأيام. واترمت الكورة ووقعت في حجر التاجر العربي، فالناس كلها استغربت، يعني مين العربي ده؟ ازاي التاجر العربي ده هيحكم مصر في يوم من الأيام؟ التاجر العربي هو القائد عمرو بن العاص، فاتح مصر وأول حاكم ليها في العصر الإسلامي.